محمود، كابتن محمود البنا واحد من افضل الحكام الموجودين في مصر وفي افريقيا، ايه رايك في تعيينه غدا حكما للساحه في هذه المباراه المهمه جدا؟ هو الانسب من وجهه نظر اختيار موفق من لجنه الحكام. اولا البنا من الحكام الهاديين في الملعب، اتمنى له التوفيق، اولا توفيق ومعاه المساعدين، واتمنى كمان للي قاعد في غرفه الفار يكون يعني حريص. وانا عندي ملحوظه غريبه جدا في الكابتن احمد الغندور الحقيقه النهارده. كابتن احمد كان بيحكم مباراه الاسماعيلي بكره هيحكم حكما، هل ده طبيعي؟ انا معرفش، انا بس ملحوظه يعني بامانه شديده لا كان المفروض يكون في بديل. يعني في حكام تاني، يعني انت قدمت لنا ثلاث حكام حكموا يعني قمه الدوري، كابتن البنا وكابتن محمد معروف ويعني كابتن محمد الحكم محمد عادل ومحمد عادل محمد عادل دلوقتي في قرار بالمساله بعد الاحتواء اللي حصل. اعتقد انه كان ممكن يبقى محمد معروف موجود في الفار، لانه برضو الغندور سبق لي قبل كده في الفار مع النادي الاهلي وفي حاجات لقطات، لكن انا ما بحب ادخل فيها، وبقول انه دايما البطل، دايما البطل لا ينتظر المساعده من الاخرين. طبعا البطل عليه ان يجتهد. لا انا ما بتكلمش عليه لا لا انا لا اصل بقى ده الكلام ده ممكن يتاخد ويوديك يقول لك انتوا عايزين. لا مش حضرتك، لا 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 ده احنا نكتب ترجمه على الشاشه بقى، ده راي الصحافه. انا قلت كده، لا الحقيقه ده راي الصحافه يعني. يعني لو حضرتك بتسالني عن حكم وبتقول لي ده هايل وانا قلت لك احيانا يا فندم، انا امبارح قلت حضرتك ايه، انا اسلام النادي القناه سوري او انا اسف البيت الكبير رايه ان احنا ناجل الماتش. ناجل بس يعني. قال لك النادي الاهلي نزل بيان على قناه، يا جماعه ما حصلش. طبعا لا لا ما قريتش، قريت بس في خمس ست حاجات. الهدف يعني الهدف ايه الهدف من الموضوع ده؟ انا ما فهمتوش الحقيقه كابتن اسلام. الهدف من اللي انا بقوله انه البطل دايما زي ما الناس بتحاول، البعض يحاول يصور والكلام اللي بيتقال اللي هو ملوش لازمه ان احنا نرد عليه، لان الرد عليه بيعطي له قيمه. انا لما بقول هذا الكلام بقول مهما يكن مين اللي في الملعب، انت قدراتك وثقتك في نفسك وامكانياتك تجبر اي حد انك انت بالفوز بالجهد بالعمل الكبير اللي انت بتعمله. بالزبط. مباراه بيراميدز من اصبحت من المباريات الكبيره. مظبوط. النادي الاهلي مش خلال هي فيها النادي الاهلي، فلازم تبقى كبيره. طبعا. فريق في الطرف الثاني بيطور نفسه، بيتعاقد مع لعيبه. لا هو مش بيطور، هو بيصرف. بس طبعا بيصرف يعني طبعا، ما حدش عارف ده بيحصل ازاي، لكن الى ان يحدث ضبط الادوات الكره الحقيقيه. انت بقى هتفتح بقى موضوع ثاني. لا ما اقصدش، بس عشان احنا قلنا عايزين ترجمه للناس يا محمود. اختيار البنا، واتمنى له التوفيق في المباراه، وكمان يعني المساعدين اللي معاه، واتمنى للي في الفار يكون برضه حريص على انه الحكم اللي في الملعب. بس نجاح المهمه يا كابتن اسلام يتوقف على الحكم اللي بيدير، لانه الحكم اللي بيدير هو اللي بيختار، هو قائد الملعب. الامور في الفتره الاخيره انه اصبح الحكم اللي في الملعب بينتظر المساعده من الاخر، ودي في حد ذاتها كارثه. لانه لما انت بتتفرج واحنا بنشوف دايما مين صاحب القرار، يعني ممكن الفار يقول لك قرار انت ما تقتنعش بيه، ممكن ما تطبقوش. انت طبعا ايوه، طبقا للبروتوكول هو سيد الملعب على فكره، الحكم اللي معاه الصفار سيد الملعب. طبعا نتمنى ان احنا نشوف مباراه مهمه ومباراه كبيره جدا. وبقول انه لعيبه الاهلي في مواجهه كبيره بتظهر فيها دايما طينه الكبار، عشان كده انا البطل عليك. البطل بيبان في مثل هذه المواجهات، وعشان بقول لهم يعني يا جماعه المباراه، شوفوا انتوا كنتوا فين، يعني انتوا كنتوا في كاس العالم للانديه. يعني لعبتوا مع مستويات بمحترفين يفوقوا، مش عاوزين نتكلم عنهم، ويكفيك محترفين الهلال السعودي. يكفيك مع مونتيري اللي انت لعب مع بالميراس اللي هو يعني بطل. يعني عاوز اقول لك ايه، لا خلي الثقه يعني في نفسك في امريكا الجنوبيه. طبعا خلي الثقه في نفسك وثقه الجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي. الثقه في النفس والجهد والعمل اللي هيتم بكره نابع من حاجات كتيره جدا. أوكي. صح هتواجه منافس هدفه رقم واحد، وده من حقه انه طبعا عايز يعمل لنفسه تاريخ ويدور، والتاريخ ده هيتعمل من خلال مين؟ عايز يصور مع البطل. طبعا مع البطل يعني. فلازم البطل يبرهن بكره على قوته. صح. على تحضيره المباراه، واتمنى يعني ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، ومصر المسلمين يكون حاضر في اختيار التشكيل، وان شاء الله نشوف مباراه كبيره ان شاء الله.